حلى الأوريو والنوتيلا لذيذ، لازم تجربونه. مكوناته سهلة وأتوقع أنها موجودة في كل بيت. في الخلاط راح نحط القشطة ونحط حليب مكثف محلى، وراح أضيف ظرف دريم ويب. الكمية طبعا هذه قليلة، ونضيف الكيري أو جبن مربعات والنسكافيه والنوتيلا. بعد كذا أخلطهم في الخلاط لحد ما تتجانس شويات. بعد ما تتجانس كل هذه المكونات راح ناخذ الكاسات وأحط فيها الأوريو طحنته مع الكريمة حقته، وراح أحاول أني بس كذا شوي أهبطه بأي أداة موجودة عندك أو يد هاون. راح نضيف الخلطة، بعدين راح أزينه بالفليك والأوريو. زي ما انتم شايفين هنا حطيت الفليك والأوريو، بس بحطه كذا شيء بسيط علشان يعطي منظر جميل. وزينته بالتوت وقدمته بارد بألف عافية.